اتكلمنا في المرتين اللي فاتوا على الميموري مانجمنت، وشوفنا الاستاتيك والديناميك ميموري مانجمنت والهيب والستاك، وبعد كده رحنا على السكوب رولز وشوفنا برضو اللي في حاجة اسمها دايناميك وستاتيك سكوب رولز. النهارده هنتكلم عن حاجة برضو ليها علاقة بالميموري مانجمنت. بروبرتي بتبقى موجودة او فيتشر موجودة في بعض اللغات حاجة اسمها ريكيرجن. اكيد انتوا تعرضتوا لموضوع الريكيرجن ده في البروجرامينج، وبتعرفوا ان الريكيرجن هو عبارة عن ريليشن بعملها ما بين فانكشن in terms of another call لنفس الفانكشن بس بارامترز مختلفة. في ناس بتهزر وتقول ال definition of recursion is recursion، فيبقى كده هو recursive definition. ما علينا، احنا عايزين نشوف علاقة الريكيرجن بالميموري مانجمنت. احنا شفنا ان كل كول للفانكشن هو بيمثل اكتيفيشن ريكورد. اكتيفيشن ريكورد يعني مكان بخزن فيه البارامترز بتاعة الفانكشن. فلما بتكلم وبقول ان في حاجة اسمها ريكيرجن هتبقى موجودة عندي، ده معناه ان الاكتيفيشن ريكورد معتمدة على number of calls للفانكشن دي at runtime، وده يخلي في استحالة ان انا استخدم الستاتيك ميموري مانجمنت. يبقى اكيد انا لازم استخدم الدايناميك ميموري مانجمنت اللي هي بتعتمد على الستاك، في اللي هي تعمل allocation لكل كول في الفانكشن اللي بتتنادى عشان تمثل البارامترز والريتيرن فاليوز والريتيرن ادرس وكل الحاجات اللي هي موجودة فيها. خلينا نشوف مثال على الريكيرجن ونشوف ازاي ده بيبيهيف في الميموري. المثال اللي قدامنا ده بيتكلم على الفاكتوريال. لو انا عايز اعمل فاكتوريال فبقول الفاكتوريال هي عبارة عن رقم مضروب فاكتوريال الارقام اللي قبله. يعني مثلا لو قلت لك فاكتوريال 6 يبقى فاكتوريال 6 هي عبارة عن 6 مضروبة في فاكتوريال 5، و5 هي 5 مضروبة في فاكتوريال 4، وهكذا. فأنا ممكن أمثل الكلام ده بالسطر اللي موجود هنا ده، اللي أنا بقول لو أنا عايز أجيب ال n فاكتوريال n بقول اللي هي عبارة عن ال n في النتيجة بتاعة فاكتوريال 4 أو فاكتوريال n ناقص 1، وبعد كده يفضل recursive relation هنا لحد ما تقف عند الكونديشن ده اللي فاكتوريال الواحد هو بواحد. حاصل الضرب هنا هو ده اللي بيخلق الرقم بتاع الفاكتوريال اللي هو بيرجع في الآخر كارترن فاليو من الفاكتوريال. لو انا بقى بتكلم ان الكلام ده في الميموري هيبقى متمثل ازاي، اتفقنا ان الكومبايلر بيعمل انترميديت ريزلت. يعني ايه انترميديت ريزلت؟ يعني هو عنده ما ينفعش يشتغل على الترم بالشكل اللي احنا شايفينه، لا هو بياخد الحاجات دي ويحطها في فاريبلز. يعني احنا ممكن نقول ان الفانكشن بتاعتنا دي بيتعاد كتابتها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. فزي ما شايفين هنا الفاليو بتاعت n ناقص 1 بيحصل لها assignment ل t1، والفاكتوريال بتاع t1 بتحصلها assignment ل t2، و t2 بتتضرب في n عشان تحط الفاليو بتاعتها في t3 اللي هي return value بتاعت الفانكشن. كل دي intermediate results بيعمل لها generation الكومبايلر عشان يحسب الحسابات اللي كانت مكتوبة عندنا في سطر واحد بالشكل ده. فالاكتيفيشن ريكورد هيبقى فيه في الاول خالص الدايناميك تشين بوينتر، بعديه الادرس بتاعه الفاريبل اللي هيرجع فيه القيمه بتاع الفاكتوريال، بعديه حته يحط فيها البارامترز اللي هنا في الحاله دي هي بارامتر واحد، ومجموعه الانترميديت ريزلتس اللي هو هيستعين بيها اللي هي T1 و T2 و T3. لو فرضنا ان في حد عايز يعمل فاكتوريال 3 وياخد الفاليو بتاع الفاكتوريال 3 دي يحطها في variable سي اسمه x، هيبقى الكول بتاعت x بتساوي فاكتوريال 3 بتخلي الستاك يبقى بالشكل اللي احنا شايفينه هنا. الستاك اللي احنا شايفينه هنا بيبقى فيه اول كول اللي هي الكول بتاع فاكتوريال 3، دي اول entry في ال activation record، بيبقى فيها dynamic chain pointer وال return address بتاع الفاليو اللي هترجع فيها قيمة الفاكتوريال اللي هي هنا هتبقى الريتيرن ادرس بتاعة الاكس اللي هو الفاريبل اللي هنقصاين فيه الفاليو بتاعة الفاكتوريال. الديناميك تشين بوينتر اكيد هيكون بيشاور على الديناميك تشين بوينتر بتاع الكولر اللي هو البلوك اللي هيبقى فيه الاكس بتساوي فاكتوريال 3، وبعد كده هيبقى عندي الثلاثة انترميديت ريزلت هما T1 و T2 و T3 والفاليوز بتاعتهم مفيش داعي ان انا اكتبها. اللي هيحصل لما انادي ال T2 او انادي الفاليو بتاعت فاكتوريال T1 اللي هيجنريت another
اكتيفيشن ريكورد هنا. الاكتيفيشن ريكورد اللي هنا هيبقى فيه نفس الشكل اللي هنا، بس ال n هتبقى تاخد قيمة 2، والريتيرن ادرس بتاع الفاليو بتاع الفاكتوريال 2 هيكون بيبوينت لل T2 في الاكتيفيشن ريكورد اللي قبله، عشان هنا انا بكون عايز اخد الفاليو دي وارجعها في T2 اللي هنا. بعد كده الفاكتوريال 2 هتحتاج برضو اللي هي تنادي فاكتوريال 1، فتبقى في كول برضو بيعمل another activation record زي ما احنا شايفينه هنا. ال activation record ان في ب1، وال return address بتاع الكلام ده هيكون بيرجع في ال T2 بتاعة factorial 2. وطبعا انا هنا مش هحتاج ان انا احط values في T1 و T2 و T3، عشان اللي هيحصل ال termination condition بتاع recursion هنا ده اللي هيتحقق، فمش هخش في المنطقة دي خالص. بس الحاجة ال interesting لينا هنا ان انا ما ينفعش اللي انا اكمل حساباتي بتاعه الثلاثه intermediate result بتاعه T1 و T2 و T3 لحد ما ده يرجع، عشان زي ما شايفين هنا T3 بتساوي الفاليو بتاعه N في T2، يعني T3 دي اللي هي اصلا هتبقى return value اللي هنرجعها في قيمه الاكس معتمده على القيمه اللي هترجع في T2، اللي هي هترجع منين؟ هترجع من نتيجه الفاكتوريال 2، وفاكتوريال 2 مش هتنفع ترجع عشان الفاليو بتاعت الريتيرن ادرس هي الفاليو بتاعت T3، غير لما فاكتوريال 1 ترجع الفاليو بتاعتها وتحطها في T2 اللي هنا. فده معناه ايه؟ معناه ان الاكتيفيشن ريكورد ده وده وده لازم يبقوا موجودين في نفس الوقت في الميموري، عشان انا في حسابات محتاج اعملها عشان اعرف ارجع الريتيرن فاليو بتاعت الفانكشن كول اللي هنا، والحسابات دي معتمده على الفانكشن كول ده، والفانكشن كول ده معتمد على الفانكشن كول اللي بعده، وهكذا. عشان كده ساعات لو انت عندك بج في الكود او بتنادي ريكيرسيف فانكشن ببارامتر كبير، بيحصل حاجه عندك اسمها ستاك اوفر فلو، تلاقي البرنامج حصل له كراش وطلع لك حاجه اسمها ستاك اوفر فلو. يعني ايه ستاك اوفر فلو؟ الستاك بتاع السيستم اللي احنا شايفينه قدامنا ده اللي هو بيكبر من فوق لتحت، بيتحط فيه الاكتيفيشن ريكوردز المختلفه للكولز بتاعه الريكيرجن. فلو فرضنا مثلا الستاك ده بيكفي بتاع 100 اكتيفيشن ريكورد، طبعا الرقم بيختلف حسب الكبر بتاع الفريم او بتاع الاكتيفيشن ريكورد. ساعات فانكشنز يبقى الاكتيفيشن ريكورد بتاعتها كبير، ساعات فانكشن بيبقى الاكتيفيشن ريكورد بتاعتها صغير. فلنفترض الستاك بتاعك يكفي 100 كول، وانت ريكيرسيف فانكشن كان الدبس بتاعها وصل ل 101، فساعتها الستاك مش هيعرف يشيل another activation record مقابل للكول رقم 101 اللي عندك، ولازم ال 101 دول يبقوا موجودين في نفس الوقت عشان تعرف تخلص اول واحد. فعشان كده بيضرب في وشك ويقول لك ايه ستاك اوفر فلو، وبيطلع لك كلها سطور شبه بعضها، سطور شبه بعضها عشان هي السطور بتاعت الكولز بتاعت الريكيرشن. نرجع للموضوع بتاعنا، الريكيرجن هنا فرض عليك كميموري مانجمنت ان انت تستخدم دايناميك ميموري مانجمنت، عشان عدد الكولز دي عددها مش هتعرفه غير ات ران تايم، عشان هو الرقم بتاع التلاتة ده ممكن يكون انبوت من اليوزر. الحاجة التانية ان لازم كل الفانكشنز دي تبقى موجودة في نفس الوقت على الستاك، فلازم الستاك يساع وجود كل الفانكشنز دي، فده اللي بيخلي الريكيرجن ابطا من الايتريتيف. ليه؟ عشان بيبقى فيه الوكيشن لاكتيفيشن ريكورد جديد، ويبقى فيه ميموري جديده اتحطت، فهو ككمبيوتيشن بياخد وقت في الالوكيشن، وكميموري بياخد ميموري اكتر، فده اللي بيخليه ابطا. فده خلى الناس بتاعت الكومبايلر تفكر شويه في موضوع الريكيرجن، هل الريكيرجن على طول سيء كده، ولا احنا ممكن نطور الريكيرجن ونحسن فيه بحيث ممكن يبقى فيه some compilation optimization نقدر نعملها على الريكيرجن فيبقى البرفورمانس بتاعه كويس. فالتفكير قادهم اللي احنا ممكن يبقى عندنا الفورم دي من الفانكشن. احنا شوفنا طبعا الفانكشن بتاعتنا اللي احنا لسه كنا شايفينها، لو كتبنا الفانكشن بتاعتنا اللي هي دي اللي هي الفاكتوريال بالشكل اللي احنا شايفينه ده بالشكل ده، ساعتها ممكن يبقى فيه كلام تاني. خلينا نشوف مع بعض هو ايه اللي حصل هنا.
اللي حصل هنا اللي انا كنت بقول الفاكتوريال هي عبارة عن ال n مضروبة بفاكتوريال الرقم اللي قبله. انا هنا عملت حاجة تانية، انا هنا بعت الرقم، يعني بدل ما هنا حاصل الضرب ده يبقى بيتحسب في اخر كول، لا انا عملت variable هنا اللي هو الريس ده كان فيه الريزلت بتاعتي، وبقول له بص انت، انا عايز الفاكتوريال ده، فاكتوريال n هو عبارة عن فاكتوريال n ناقص واحد، وخد دي اضرب فيها الريزلتس بتاعتك، خد n اضربها في result، فهو يجي له هنا الريزلت. بعد كده الريزلت اللي جات له هنا هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان الاولانية مضروبة في الريزلت، يروح ايه طرح منها واحد تاني ويضرب ال n الجديدة في الريزلت اللي هي عبارة عن ال n في الريزلت اللي قبليها، وهكذا، ويفضل يريكيرس ريكيرس لحد الستوبن كونديشن يرجع الرقم اللي اتضرب في بعضه. يعني لو شفنا المثال اللي فات وقلنا ان انا عايز اعمل فاكتوريال اوف 3، اللي هيحصل هنا اللي انا لو عايز اعمل فاكتوريال اوف 3 انا هقول له 3 والريزلت بواحد، فانا هقول فاكت ار سي مثلا 3 و1، حد قيمة مبدئية للريز ده بواحد، هيخش يروح عامل فاكتوريال 2 وهنا 3 في 1، يبقى هو بعت للكول التانية هنا بعت 3 وبعت هنا 2، يجي هنا ده 2 وده 3، يروح داخل هنا يروح باعت 1 ويضرب 2 في 3. ايه التلاتة دي؟ التلاتة دي هي الكول الريزلت اللي جاية مع الريكيرجن، ف2 في 3 ب6 وهنا 1، يروح عامل كول ب1، يجي الواحد هنا والستة يقول لك اه ارجع بالستة، فالستة هي فعلا الفاكتوريال 3. يبقى انا بجمع نتيجة الضرب في another parameter بيتبعت للكول، فيبقى انا مش بحسب عندي، لا انا بحسب بقول له خد البارامتر ده اضرب لي فيه بدل ما اللي انا كنت بضرب في النتيجة عندي. الواحد لو وصلها كده، طب ما هي ما فرقتش حاجة، ده انا هنا كمان زودت بارامتر، يعني هنا معناه الاكتيفيشن ريكورد بتاعي هيبقى اكتر عشان هيبقى اللي فيه انتري جديدة. هنشوف اللي هيحصل في الحالة دي. السيناريو ده بنسميه تيل ريكيرجن. ليه تيل ريكيرجن؟ عشان الريكيرجن في الاخر حصل كاخر اوبريشن، كانه هو الديل بتاع الفانكشن اللي عندي. هنشوف ده هيؤدي لايه في الاخر. الاكتيفيشن ريكورد هنا هيبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنا ما عنديش غير 2 انترميديت ريزلت، واحده احط فيها ال n ناقص واحد، واحده احط فيها ال n في الريزلت، عشان هنا لو شفنا الكول بتاعنا انا هنا عندي n في ريزلت و n ناقص واحد، هم دول الاثنين انترميديت ريزلتس اللي عندي، واخد الكلام ده واحطه ايه في الكول الجديده بتاعت الفاكت ار سي. وبعد كده عندي اتنين بارامتر، بارامتر اسمه ان وبارامتر اسمه ريس، الاتنين بارامترز دول هيمثلوا السكشن بتاع البارامترز، وريتيرن ادرس ثابت عشان هو فاليو واحده بترجع في الاخر، وديناميك تشين بوينتر موجود عشان نربط الحاجات ببعضها. خلينا نعيد نفس المثال اللي احنا عملناه من شويه، اللي هو بتاع اللي انا عايز اجيب فاكتوريال 3، وافترض اللي في حد عايز ينادي يقول انا عايز فاكتوريال 3. في الحالة دي هو هيحط القيمة المبدئية بتاعة result بواحد ويأساين الكلام ده variable x. ده الـ activation record الأولاني اللي هيحصل له creation، هيبقى فيه 3 و1، والـ return address اللي المفروض أرجع له في الحالة دي هو x، عشان أنا عايز أرجع النتيجة دي في x. و dynamic chain pointer بيشاور على الـ activation record بتاع البلوك اللي معايا. هنا طبعا هيبقى فيه value للـ T1 والـ T2، وبعد كده هيحصل كول تانية للفانكشن بالفاليوز بتاع T1 و T2. الكول التانية هنا هيبقى فيها 2 و3، 2 دي عشان دي اللي هي n ناقص 1، و3 عشان 3 مضروبة في 1 فهيبقى 3. بس الريتيرن ريزلت بتاعتي هنا، الريتيرن ادرس بتاعي هنا هيبقى انهو؟ الريتيرن ادرس بتاعي هنا هيكون هو نفس الريتيرن ادرس اللي الفاكتوريال كانت عايزاه، الفاكتوريال 3 هي اللي كانت عايزاه. هنا انا برجع في النكست كول الريكيرسيف كول في نفس المكان اللي ناداني منه عايز يرجع فيه. يعني هنا مثلا لو قلت فاكتوريال 3 و1 عايز ترجع الكلام ده في الادرس بتاع اكس، اللي بيريتيرن هنا هو عايز يرجع برضو في اللي كان ده عايز يرجع فيه، فهيحول الفاليوز دي
للريتيرن ادرس بتاع الاكس برضه، فهيبقى الاكتيفيشن ريكورد هنا بيشاور برضه على الاكس. مش بس كده، ده كمان لما انا اعمل انذر كول للفاكتوريال، الاكتيفيشن ريكورد بتاع الفاكتوريال 1 هيشاور برضو على الريتيرن ادرس بتاعه اللي قبله، اللي هو عباره عن بتاع اللي قبله اللي هو الاكس. يبقى ده معناه حاجه، معناه ان ده وده وده كلهم الريتيرن ادرس بتاعهم مين؟ كلهم الريتيرن بتاعهم اكس. بس في حاجه لازم تاخد بالك منها، هل هنا انا محتاج ان الاكتيفيشن ريكورد ده وده وده يبقوا موجودين في نفس الوقت؟ هو انا لما بنادي فاكتوريال 3 واتحرك منه عشان انادي فاكتوريال 2، وانا ببقى في حاجة تانية محتاجة اعملها في فاكتوريال 3، ولا خلاص انا بكون نقلت المشكلة لفاكتوريال 2؟ يعني فكر معايا كده، انت هنا حجزت الفاكتوريال 3 اكتيفيشن ريكورد وحطيت الفاليوز بتاعتك وحسبت التي 1 وحسبت التي 2 اهو، اتحسبوا من غير اي حاجة، واخر خطوة عندك اللي انت عايز تنادي another call for recursion. الكول دي محتاجة حاجة تانية؟ لا، هي خلاص خدت كل حاجة. طب هي لما تخلص محتاجين أي حاجة في الاكتيفيشن ريكورد القديم؟ لا، الاكتيفيشن ريكورد القديم ده خلاص انتهى دوره، عشان هو جهز كل الفاليوز اللي محتاجها النكست كول بتاعه. ايه ده؟ طب ما انا كده ممكن استخدم نفس الاكتيفيشن ريكورد ده واحطه هنا، يبقى انا اوفر رايت الفاليوز بتاعت ده وحاطط فيها الفاليوز اللي انا عايز استخدمها، وبعد كده لما ده يحتاج ينادي كمان واحد يبقى انا كمان ممكن اوفر رايت اللي هينادي، عشان انا مش محتاج وجود دي ولا محتاج وجود دي، انا واحد بس يكفيني، اكتيفيشن ريكورد واحد بس يكفيني. والسبب في كده ايه؟ السبب في كده اللي انا الفاكتوريال بالشكل الجديد ما بتعملش اوبريشنز زيادة بعد ما تنادي الفاكتوريال اللي جواه. يعني الفانكشن هنا آخر خطوة فيها بتبقى الريكيرجن، ما بتحتاجش اللي تجيب الريكيرجن دي عشان تعمل عليها اوبريشن زي ما كنا عاملين قبل كده. هنا احنا كنا بنحتاج اللي احنا ننادي الاوبريشن ده ونجيب الفاليو في T2 عشان نضربها في الان، وهي دي اللي رجعها. فكنت مش عارف، كنت محتاج كل الكلام ده يبقى معايا عشان النتيجة دي هي النتيجة بتاعة التي 2، وانا مش هعرف اوصل للتي 3 اللي انا عايز ارجعها غير لما تي 2 تجيلي الاول، فعشان كده كنت مضطر ان انا اخلي كل ده معايا. اما بالشكل اللي احنا شايفينه، لا، انا هنا انا انتهى دور كل الاكتيفيشن ريكورد بتاع اول واحدة بمجرد ان انا وصلت للسطر الاخير اللي هنا، اللي هو بيقول لك روح نادي الفانكشن تاني بالبارامترز دي. فخلاص ده اللي انا هروح انادي الفانكشن تاني، يبقى انا اوفر رايت الكلام ده، والجميل كمان اللي ريتيرن ادرس هو هو، فانا هريوز الفاليو بتاعت الريتيرن ادرس اللي موجوده قدامي هنا. يبقى هنا قدرت ان انا اعمل ريكيرجن، وفي نفس الوقت مش هحجز ميموري زياده، وهضمن على طول هيبقى عندي نسخه واحده بس من الاكتيفيشن ريكوردز، وهضمن اللي خلاص ما بقاش فيه بقى عندي الاوفر هيد بتاع الالوكيشن ولا الستاك اوفر فلو، ولا هيظهر عندي اي حاجه من مساوئ الريكيرجن. بس لازم نكون في الفورم بتاعت التيل ريكيرجن. طب خلينا نشوف بقى يعني ايه فورم بتاع التيل ريكيرجن، هو ايه ديفينيشن كده بتاع التيل ريكيرجن. التيل ريكيرجن ده هو عباره عن حاجه بتخليك تخلي الفانكشن بتاعتك بتعتمد على another call for recursion، بس ما تكونش فيها اي حسابات هتحصل بعديها. ففي الاخر تلاقي ان البرفورمانس بتاع الفاكتوريال اللي وستيل ريكيرجن احسن كتير من الريكيرجن العادي. خلينا بقى نديله اسم بقى، اللي هو يعني ايه الريكيرجن العادي؟ الريكيرجن العادي ده اللي هو نورمال ريكيرجن ممكن يتسمى هيد ريكيرجن، ك يعني اوبزيت بتاع التيل ريكيرجن. خلاص، فممكن نسميه نورمال ريكيرجن او هيد ريكيرجن. فالنورمال ريكيرجن بقى لو هنا نشوف سرعته قد ايه او بياخد وقت قد ايه فيرسس التيل ريكيرجن، هنا انا كنا بنجرب نجيب فاكتوريال 20، هنلاقي ايه؟ هنلاقي الفاليوز زي ما شايفين ايه اضعاف مضاعفة عن الفاليو اللي انا ايه اللي انا بحصل عليها في التيل ريكيرجن. فالتيل ريكيرجن ده حاجة جميلة. طب هل ممكن اي فانكشن احولها لتيل ريكيرجن؟ اه،
يعني في الاغلب بتقدر ان انت تحول الفانكشنز للريكيرشن عن طريق اللي انت بتمسك الفاريبلز اللي عندك، الفاريبلز اللي موجودة عندك اللي كنت بتحسبها تحولها لبارامترز، وتكتب شكل الفانكشن في شكل اخر خطوة فيها تكون هي ريكيرشن عشان تماتش الديفينيشن اللي موجود قدامنا عن التيل ريكيرشن، اللي هو بيقول لك لو عندك فانكشن اسمها اف وفيها كول لفانكشن تانية اسمها جي، هنا الموضوع جينيريك شوية خلاص. الموضوع ده بيعتبر تيل ريكيرجن لو الفانكشن بتاعت اف بترجع الفاليو بتاعت جي من غير ما تعمل اي حسابات زيادة عليه. خد بالك اللي اندر الديفينيشن ده انت ممكن يبقى عندك اتنين فانكشن فعلا، فانكشن اسمها ايه وفانكشن اسمها بي، وايه تنادي بي وبي تنادي ايه، بس المهم ان هما اخر خطوة فيهم تبقى المناداة، ما يكونش في الحاجة دي هيتعامل عليها another operation، عشان لو الحاجة دي هيتعامل عليها another operation خلاص باظت الاكتيفيشن ريكورد كده، انت مضطر تحتفظ بيه، فطالما اللي انت اضطريت ان تحتفظ بيه يبقى هفضل محتفظ بده وده وده، وتفضل محتفظ بكل الاكتيفيشن ريكوردز اللي موجودة عندك. بالشكل ده احنا ممكن نبص على المثال ده، هل المثال ده يعتبر تيل ريكيرجن ولا مش تيل ريكيرجن؟ لو بصيت على المثال هتلاقي هنا في return value، هنا في function بتنادي نفس الفانكشن هي هيها، فحلوة هتدي تيل كده، هنا برضو في termination condition تاني وحلو دي تيل كمان، ايه ده؟ بس دي مش تيل، دي بتنادي وتضرب بعديها في اتنين، اذا دي تيل دي تيل دي مش تيل، فده يبوظ لك كل الفانكشن ومتعتبرش دي كلها تيل ريكيرجن، يبقى يكفي الكمبيوتيشن واحدة في one of the exits أو one of the return values بتاعة الفانكشن تكون بيتعامل عليها operation إضافية عشان تدمر لك كل الكود بتاعك وتجبرك اللي انت لازم تحتفظ غصب عن عينك بال activation record بتاعة الفانكشن كلها، يبقى الشكل اللي احنا شايفينه ده مش tail recursion رغم اللي توفرت الشرط هنا وهنا، بس عشان الشرط انعدم هنا مش هينفع يبقى tail recursion. طيب خلينا نشوف مثال على موضوع تحويل التير ريكيرجن ده او تحويل الريكيرجن الهيد ريكيرجن او ريكيرجن عادي لتير ريكيرجن على حاجه من الحاجات المشهوره اللي هي فيبوناتشي. احنا عارفين طبعا فيبوناتشي دي حاجه من الحاجات اللي بتضرب بيها المثل في موضوع الريكيرجن، عشان كل فاليو بتساوي الاثنين فاليوز اللي قبلها مجموعين على بعض، واحد واحد تجمع مع بعض يطلع اثنين، اثنين واحد تجمع مع بعض يطلع ثلاثة، ثلاثة واثنين يطلع خمسة وهكذا. فده الشكل الستاندرد بتاع فيبوناتشي. يا ترى الشكل ده ازاي احوله لتير ريكيرجن، وخصوصا ان هنا عندي اتنين فانكشن كولز، يعني فانكشن كول هنا وفانكشن كول هنا، يعني ده اصلا لو تيجي تكتبه هتلاقي اللي كأن عندك انترميديت ريزلت اسمها تي 1 فيها ان ناقص 1 وتي 2 فيها ان ناقص 2 وتي 3 فيها الفيبوناتشي اوف تي 1 وتي 4 فيها الفيبوناتشي اوف تي 2 وT5 هي فيها مجموع T4 وT3، يعني عندك بتاع خمسة intermediate values موجودين عندك، يا ترى الكلام ده ازاي احوله لتير ريكيرجن؟ افتكر اللي انا لسه قايله، اللي انت حول الكمبيوتيشن بتاعتك لبارامترز تتبعت للفانكشن، لو حولت الكمبيوتيشن بتاعتك لبارامترز تتبعت للفانكشن وفي الاخر اعتمدت الريتيرن فاليو الاخيره هي اللي هترجع لك فيها النتيجه بتاعتك، يبقى انت كده بدأت تتحول للتفكير بتاع التيل ريكيرجن. هو ايه الفاليوز اللي بيبقى محتاجها الكول اللي بعديه؟ الكول اللي بعديه بتبقى محتاجه الرقم اللي قبليها واللي قبل اللي قبليها، يبقى انا ممكن هنا اباظي البارامترز اللي انا محتاجها. طب هي خدتهم هتعمل بيهم ايه؟ هتبتدي تجمعهم مع بعض. فخلينا نشوف الشكل ده لو عايز احول تيل ريكيرجن بيتحول ازاي. ده الشكل اللي بيتحول بيه الشكل التير ريكيرجن او الفيبوناتشي للتير ريكيرجن. انا هنا عملت اتنين بارامترز، الاتنين بارامترز دول استخدمتهم عشان ارجع بيهم هما دول الريزلت بتاعتي، والاتنين بارامترز هيبقى هما فيهم الكمبيوتيشن، هنا انا الكمبيوتيشن النهائيه هتبقى في ريزلت 2، بس ريزلت 2 محتاجه كمان فاليو عشان تحسب عليها اللي هي القيمه اللي قبليها، فعشان كده انا هنا بجمع result 1 و result 2 وهما هنا في الكول دي تبقى result 2، وببعت عندي الرقمين اللي قبليه، الرقم ده
والرقم ده، الرقم ده بيمثل الرقم اللي قبليه والرقم ده بيمثل الرقم الحالي. يعني لو فكرت فيها، بدل ما قال ان انا كنت بعملها بشكل فورورد، البيرنت او الكولر هو اللي هيعمل الكمبيوتيشن، لا انا عملت باسنج لكل المعلومات اللي محتاجها الفانكشن اللي حصل لها كول عشان تعمل لي الفاليو، بحيث يبقى انا نقلت الحسبة للمستقبل. طالما اللي انت عملت كده، يبقى انت فعلا في الشكل بتاع التيلر كيرجن. ليه؟ عشان هنا في الحالة دي هيبقى عندي ده يتحط في انترميديت فاليو، ده يتحط في انترميديت فاليو، ده او ده مش محتاج كمان يتحط في انترميديت، يبقى عندك ده يتحط في انترميديت فاليو وده يتحط في انترميديت فاليو. الاثنين انترميديت فاليوز اتعملوا، هيحصل لك الكول للفانكشن دي، وهو ده اللي انت عايز ترجعه. اذا يبقى انت مش محتاج الاكتيفيشن ريكورد بتاع الفانكشن دي. يبقى انا اللي هعمله اللي انا هاوفر رايت الفاليوز بتاعه الاكتيفيشن ريكورد دي، واعوض فيهم بالاثنين بارامترز اللي موجودين عندنا.